طيب أستاذ أحمد، أيضا فيما يتعلق برؤية حركة طالبان لمناحي الحياة، تقرير إخباري يتحدثت عن أن حركة طالبان ستسمح للجميع بممارسة كرة القدم شرط ارتداء السراويل الطويلة. يمكن شاهدنا في الفترة الأخيرة العديد من الفيديوهات التي أظهرت بوضوح مباريات كرة قدم تجري في الدوري الأفغاني، وأيضا مباراة نهائية تم من خلالها تسليم كأس البطولة لأحد الفرق الأفغانية بعد فوزها في هذه المباراة، بحضور قيادات من حركة طالبان، بحضور أيضا مسلحين من قبل الحركة، وكان من الواضح سماح حركة طالبان بممارسة كرة القدم وحضور جماهير غفيرة في الاستاد وأيضا أداء الصلاة قبل المباراة. فكيف رأيت تلك التقارير الإخبارية التي تحدثت في هذا الإطار؟ نعم، أيضا هذا أيضا جانب مهم جدا فيما يخص هذه التغيرات وهذه التطورات الحالية في حركة طالبان، فهي أيضا تجيز هذه الرياضات كلها وفق الشريعة الإسلامية. مثلا رستم زاي قال أن أكثر من 400 رياضة تجيزها شريعة الإسلام. طبعا هذا المتحدث هو مسؤول الرياضة في حركة طالبان الحالية. نعم. فأنتم تعلمون أن في الشريعة في المذهب الحنفي خصوصاً الركبة يجب أن لا تظهر وهي تعتبر من العورة، فلذلك كلامه يعني واضح تماماً، هو يريد أن يقول أن لا شيء يعني يخالف الشريعة الإسلامية يمكن القبول به في ممارسة الرياضة، فبالتالي لذلك هذا التصريح، لذلك قالوا هذا التصريح بأن على الرياضيين أو من يمارس الرياضة لبس سراويل طويلة.